خليني أروح لرئيس حزب الجيل الأستاذ ناجي الشهابي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا بيه بس بشوفك. أهلا وسهلا. يعني أكيد حضرتك متابع معانا والمشاهد الأخيرة اللي موجودة في غزة، وهي القنابل الضوئية على أهلنا في قطاع غزة، وما زال القصف مستمر. نحن في اليوم 26 النهاردة، مصر ويعني مصر بتفتح المعبر في اتجاهين لمزدوجي الجنسية، وبتفتحه أيضا للمساعدات، وهو ده الشيء الرئيسي اللي مصر كانت بتقدمه وبتفكر فيه من أول لحظات هذا الاجتياح. حضرتك قولي رأيك النهاردة. يعني ما زالت المسلسل الإبادة الجماعية للطائرات الإسرائيلية مستمرة على أهلنا في قطاع غزة، بمبارقة من دول الغرب الكبرى، أمريكا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، كندا، أستراليا، كلهم بيباركوا هذا العدوان. تجد أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضة أن هي تقدم مشروع قانون لمجلس الأمن بإيقاف وقف إطلاق النار، بل أنها يعني استخدمت حق الفيتو عندما تقدمت روسيا والبرازيل بمشروع لوقف إطلاق النار. يعني موقف غربي واضح تماما، وهذا الموقف الغربي ليس جديدا على الغرب، وموقفهم منذ أن زرعوا إسرائيل في المنطقة العربية لتكون قاعدة متقدمة لهم في الشرق لكي يعني تسهل لهم نحب ثروات الشرق. وده الحادث منذ 75 عام وحتى الآن، بس إحنا الناس يعني إيه كانت بتحاول تبقيهم أعذار، ولكن القناع سقط. وهذا القناع سقط الحقيقة من خلال وقفة قوية وصرخة قوية للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث عن المخطط المستهدف من هذه الإبادة الجماعية وإجبار الغزاوية على التهجير القسري إلى سيناء وإنشاء يعني دولة لهم هناك. هذا المخطط كشف وضوح الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبعض كان بيقول لك هذا ليس صحيحا، والآن احنا بيتردد الآن في أوروبا وفي أمريكا هذا المخطط بقوة، ولكن مصر اللي بتعتبره يعني خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وسيناء دي ارض مصريه ولم يكن فرص فيها. ورئيس السيسي قال لك مره لن تحل لحساب مصر، عايزين يعملوا حاجه ودوها صحراء المقر. اكيد. نمره اثنين، مصر هي الدوله العربيه الوحيده الحاضنه للقضيه، هي القضيه الوحيده، هي البلد الوحيد اللي عملت مؤتمر قمه للسلام لكي تقول لهم ابحثوا عن اصل المشكله. صحيح. ما يوقفوش عند 7 اكتوبر. 7 صحيح. اكتوبر المقاومه الفلسطينيه حق الدفاع عن ضد المحتل، ده حق قراراته ومعاهده جنيف الرابعه، وايضا كل مواثيق حقوق الانسان والامم المتحده. وبالتالي ده، وفي حين المسيره ليست حق الدفاع نفسها لانها كنت احتلال. يعني هو بيقول لك ايه؟ يقول لك اسرائيل بتدافع عن نفسها، هذا ليس صحيحا، هذا كنت ضد القانون الدولي، لان اللي بيدافع عن نفسه هو المحتل وليس قوه الاحتلال. قوه الاحتلال عليها انها تترك الارض وتجو عنها وتسيب ارضها لاصحاب الاصليين. من ثلاثه، ان مصر يعني نفذت ارادتها السياسيه وقرارها المستقل اللي ظهر تماما، وانها عندما رفضت خروج الاجانب ذوي الجنسيه بادخال المساعدات كان الرفض صحيح، لان روح الانسان العربي الفلسطيني ليست اقل من روح الانسان ذوي الجنسيه حتى لو كان اصله عربي. روح الانسان هو روح الانسان، وبالتالي المواطن الفلسطيني ليس مواطن الدرجه العاشره، والمواطن الاخر مواطن الدرجه الاولى. عايزين تخرجوا اولادكم، تخرجوا المساعدات لاهلنا هناك في غزه لكي يستطيعوا ان يعيشوا وسط هذا القصف المستمر للغارات الوحشيه. اكيد. والبعض كان حب يتكلم في هذا الموضوع، لكن مصر اصرت عليه وردخت الكل له. واليوم مصر يعني نفذت ارادتها والمساعدات في طريقها الى هنا في غزه، وبالتالي اصبح متاح عبور مزدوجه جنسيه فقط من معبر رفح المصريه. ومصر على فكره لم تغلق المعبر ابدا، تواجه الفلسطينيين وتواجه الجرحى. طبعا كان مغلق من جانب فلسطين من خلال الغارات الاسرائيليه. صحيح. الوحشيه على الارض اللي كسرتها ودمرتها وخلتها غير ممهده، لدرجه ان الارض عشان تمهد من الجانب الفلسطيني الشركات المصريه هي اللي مهدتها. ايوه، مصر هي اللي مهدتها عشان تدخل بكل المساعدات، وستظل مصر، انا بتفق مع حضرتك جدا، ستظل مصر داعمه دائما لاهالينا وللقضيه الفلسطينيه. الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، اشكرك شكرا جزيلا.